السلام عليكم شباب، نبدأ العبرة كلام محاضرة اليوم. خلصت في المحاضرة اللي فاتت الأعمال الفنية كل ما وجدها والحياة، يعني أظن سوينا يعني خلينا نقول جزء كبير من التمارين غطينا به تقريبا كل ما يمكن تغطيته في على مستوى جداول الحياة. راح يظل الحين نمر الحين على جزء ثاني من المقرر، مثل ما تعرف المقرر اسمه التأمين وإدارة المخاطر. هنا راح نمر على إدارة المخاطر وفصل حق إدارة المخاطر، يعني فصل هو بالأساس نظري، يعني ما فيها يعني تطبيقات عملية، هو بس نظري. فراح نحاول دكتور متى آخر موعد تسليم مقرب ميلادي؟ يوم 28/11 موجود عندكم بالبلاك بورد. مضبوط. طيب دكتور، اختبار نهائي إن شاء الله في فصول كامل وفصول معنا ولا في شيء ممنوع؟ والله لسه نستنى قرار يعني المجلس الكلية. الآن راح نسوي مثلا نغطي المقرر كله، أو نسوي مثل الترم اللي فات نغطي بس الفصول اللي بعد الميد. مضبوط لسه مو واضح، مضبوط. بس بعلمكم ان شاء الله اول ما يجينا القرار بعلمكم يعني كيف راح يكون الـ يعني الفاينل اكزام. هل راح يكون خيارات كله خيارات مثل المد، ولا يكون زي العاده يعني خيارات مسائل وتحرير؟ بس يعني شوف القرار وبعلمكم ان شاء الله. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور، اتمنى انك توصل يعني كلامنا المجلس الكلي، لانه ترى تغيرت توزيع الدرجات الترم هذا على الترم راح، يعني يا ليت نقول الفصول. تعرف اي وش صوتكم، وش تبون نسوي يعني على الفصول اللي بعد المد؟ يعني لا، بالشيء المناسب انتم تختارون ان شاء الله، شيء مناسب للطالب، الشيء اللي تشوفونه انتم يعني، بس افضل من يعني أقول منهج كامل. خلينا نشوف احنا بس مع مجلس الكلية بس وبعلمكم إن شاء الله. طيب دكتور، ترى رفعت لك أنا أمس كل التقريرين، ما أدري وصلن ولا لا. جان على الإيميل رسالة من بلاك بورد. إي خلاص يعني وصل. تمام، يعطيك العافية. إذا بس يجيكم رسالة إيميل يعني خلاص. يعني وصل التقرير، بس الله يخليكم شباب، حاولوا تسرعوا في التقرير لأنه مقرر التأمين من أول المقررات يعني اللي من أول المقررات اللي راح يصير الاختبار النهائي. تفضل. زاد تفضل. كان أرسلت لك على الإيميل لكن ما رديت عليه. أي إيميل؟ التقريرين مرسل لك. خذ التقرير ترسله مع البلاك بورد، لا ترسله على الإيميل. تمام، على البلاك بورد نبهتكم كذا مره شباب، وسويت لكم الرابط على الايميل، لا ترسلوا على البلاك بورد ابد، عفوا على البلاك بورد لا ترسلوا على الايميل ابد، بس على البلاك بورد. بس الله يخليكم حاولوا ترسلوا في اخر وقت، لانه مثل ما تعرفوا انا ترى مثلا عندي مثلا 3 مقررات بدرس، انتوا 2 مقررات ثانيه، وكل مقررات يعني باول اسبوع تقريبا راح يتم عندهم اختباراتهم النهائيه، لازمني وقت عشان اصلح يعني تقارير وانزلكم الدرجات، عشان تكون درجتكم الفصليه نازله قبل الاختبار النهائي بمده، عشان تعرف الطالب يكون عارف نفسه كم درجه حصل في العمل الفصليه، وكم ظل يعني اذا كان هدفه يجيب تقدير كم لازمه على التقدير، اذا هدفه بس ينجح كم لازمه على النجاح. فهذا مربوط بكم انتم، كل ما سرعتوا في تقديم التقارير كل ما سرعت انا في التصليح، كل ما زدتكم درجتكم سرعه. طيب دكتور، تفضل. انا ارسلت التقارير وصلا لك عبد الله الصعب. على وشو، على البلاك بورد ولا على الايميل؟ على البلاك بورد. جاك ايميل منه يا عبد الله؟ لا بس اني ارسلته وما انتبهت الصراحه اذا جاني ايميل او لا. لا انتبه، شوف اذا ما انتبهت راح انتبه مكانك. تدري بقى بعض الطلاب يا دكتور ما يسجلون دخول حق الرقم الجامعي، اذا عرفته ايميل الجامعي بعضهم ما سجل كذا، فاهم؟ لا احنا الحين هذا كان قبل الاونلاين، الحين كله اونلاين، الشغل كله اونلاين، يعني لازم في كله على البلاك بورد. هي مثلا درجاتكم تنزلكم ايش، كيف تنزل درجاتكم على البلاك بورد صح ولا لازم كله على البلاك بورد؟ الحين ما عاد مثل قبل كان نسلم ورقي، كان ما في مشكله تروح على المكتب الدكتور تعطي تسلم ورقي تقريرك خلاص وانتهينا. الحين لا،
يعني الحين يعني عشان يتم التسليم اعطيكم شيء ثاني. في بعض الطلاب الله يهديهم للحين لسه بي يعني بيرسلون مثلا الاستاذ المقرر بالايميل الخاص حقته مو ايميل الجامعه. تركوا مره الايميل الخاص يتم يعني يسوي له بلوك حق الحين جالسين يسوون ابديت نظام الحمايه في الجامعه يسوي له بلوك يعتبره كانه سبام ما بيوصل. فالله يخليكم كل واحد فيكم يفتح بلاك بورد برقمه الجامعي رقمه الرسمي هذا يعني انه هذا هو يعني الوسيله الوحيده للطالب انه يثبت انه ارسل على عمل الفصل. توجراني بعدين يقول مثلا ارسلت على الايميل ويمكن سوى له بلوك نظام اعتبره كانه سبام مثلا نظام الحمايه. وبعدين من يجيب لك حقك بعدين؟ ترسل على البلاك بورد برقمك الجامعي وانتهينا وحقك مضمون باذن الله. دكتور انا دخلت البلاك بورد مكتوب عندي معلق الى الان. كيف معلق؟ ما ادري انا ارسلتهم قبل امس الساعه 12 وثلث الظهر معلق مكتوب. شوف انت اذا ارسلت على البلاك بورد خلاص وسويت تحميل يعني مباشره يرسل لك ايميل هو انه خلاص تم التحميل تم الابلود. اتاكد لك دقيقه بس خلينا نشوف تامين واداره المخاطر. أعطيكم الحين من اللي سوى الأبلود. عندنا مشاري سوى الاثنين، عبد الملك البهدل، عبد الله العمري، وليد، عبد الله الصعب، باسم ربيعان، أسامة المطيري. أنت يعني وصلنك دكتور؟ أي خلاص. تمام. تأكد من الإيميل حقتك راح تلاقي أنه البلاك بورد أرسل لك أوريدي يعني سمى الكونفيرميشن ايميل يعني ايميل تاكيد انه خلاص تم استقبال يعني تقاريرك. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. فكده خلاص يعني تكون امور كويسه واضحه. قبل شوي انت ما ذكرت اللي سوى العمل الجماعي صح؟ بس الفردي والجماعي صح؟ اي جماعي يعني قبل شوي انت الطلاب اللي ذكرتهم هذا ولا هم اللي مسوين العمل الفردي والجماعي؟ ما ذكرت الجماعي لاني انا ارسلت الجماعي ما ذكرت اسمه. اي جماعي انت معنا جماعي في الجماعي. انت ما حسيت من المنشآت؟ لا 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 منشآت شيء ثاني. ايه فرق بين المادتين. انت بس جاك الايميل خلاص ما عندك ولا مشكله. تمام تمام. طيب شباب نرجع على المقرر. قلنا لسه فضلنا هذا اخر فصل او اخر يعني اخر باب وباب اداره المخاطر وباب اساس هو سهل مو بذاك الصعوبه وكله نظري 100% نظري ما في يعني ولا مسائل عمليه. خلينا نسوي شير سكرين. الباب الثاني او الجزء الثاني من المقرر اداره المخاطر راح ناخذ الفصل الاول هو الجنس البشري والمخاطره. راح نشوف الفصل هذا يعني ما هو تعريف المخاطره، كيفيه تقسيم المخاطره، كيفيه التعامل مع المخاطره. كويس. نبدا بتعريف الخطر نفسه. الخطر دائما مقترن في تعريفه بحاله عدم التاكد. كويس. يعني هو مرتبط بالاحتمال حدوث او عدم حدوث، مرتبط بالمستقبل. الشيء اللي صار في الماضي لا يعتبر خطر، خلاص هذا صار وانتهينا منه. بس اللي في احتمال حدوثه في المستقبل، شفتوا يعني في احتمال يعني فيه حاله عدم تاكد، هذا يسبب خطر. دائما عدم التاكد يجيب المخاطر، دائما ذكره الخطر يسبب عدم التاكد. طيب الخطر نفسه يعني هذا هل في اي حالات يمكن تامين عليه او لا؟ لا مو كل الحالات. الحالات يكون فيها الخطر مستحيل الوقوع، هذا لا يمكن نامن عليه. كمان حالة تكون فيه الخطر متأكد الوقوع، كمان لا يمكن يعني التأمين على مثلا التأمين ضد الوفاة، ما في، لأنه يعني ما في واحد يأمن أنه يموت أو ما راح يموت، كلنا راح نموت. هذا شيء مؤكد الوقوع خلاص. التأمين على الحياة هو العكس، عشان بعض الطلاب يمكن يخربطوا بين التأمين على الحياة وقصة الوفاة هذه. التأمين على الحياة هو أنك تأمن على نفسك من الوفاة في عمر معين، في سن معين، قبل سن معين.
فهذا إيش حالة عدم التأكد تنشأ من النقطة هذه أنه إنسان يتوفى قبل عمر معين أو لا، هذا يمكن هذا فيها عدم تأكد. بس إذا خلاص الوفاة نفسها متأكد الحصول يعني كل الأشخاص في العالم هذا، فلا يمكن التأمين ضد الوفاة نفسها. يعني دائما نؤمن بس على الأخطار اللي فيها حالة عدم تأكد. طيب المخاطر هذه أو الخطر دائما تنشأ عنه خسائر. الخسائر هذه يكون يعني قسمها إلى نوعين، خسائر اقتصادية وخسائر غير اقتصادية تكون في العادة معنوية. عشان كده مثلا لما يصير في خسائر أو في مشاكل أو حادث يتعرضه شخص معين ويروح مثلا يشتكي على القضاء عشان ياخذ تعويض، يسوي له دائما تسمعون تعويض على الضرر المادي والضرر المعنوي. فهذول الاثنين تعتبر نوعين من الخسائر، المادي هو كل ما هو اقتصادي والمعنوي هو كل ما هو غير اقتصادي. طيب هنا يمكن يعني في تصير عدة يعني عبارات قريبة من بعض وتسبب التباس لدى الطالب أو لدى الإنسان بصفة عامة. مثلا المجازفة والخطر ترى مو نفس الشيء. يعني مثلا الخطر هو يكون السبب في خسارة معينة، كويس، بس أنت مو قاصد تسوي الخطر هذا. يعني مثلا حادث سيارة، حريق بمنزل، حريق بمصنع مثلا، حادث شغل، هذا كله أخطار وسبب خسائر بس هي غير مقصودة، غير مقصودة. المجازفة لا، المجازفة هو سلوك معين قد يخلق أو يزيد من فرصة نشوء خسارة من خطر ما. صار فينا الجانب خلينا نقول سواء قصدي أو غير قصدي، بس في جانب يعني جانب بشري في القصة، فصار في تدخل بشري هنا. يعني مثلا عشان الفرق بينهم الاثنين، مثلا المرض خطر يسبب خسارة اقتصادية، لكن في نفس الوقت عدم أخذ احتياطات اللازمة للوقاية من المرض يكون يعتبر مجازفة تزيد من فرصة وقوع الخطر وقوع المرض نفسه، وبالتالي تزيد من فرصة وقوع الخسائر. الفرق بين الاثنين يعني المرض نفسه خطر، يعني أي مرض مثلا ناخذ كورونا الحين الناس كل تحكي عنه تعتبر خطر يسبب في خسارة اقتصادية، مثل ما شايفين الحين مثلا في يعني عدد شركات بتصرح العمال فيها، يعني موارد للدولة جالسة وتقل في العالم كله، فهذا يسبب خطر. بس عدم التقيد بالإجراءات الوقائية مثلا تعتبر مجازف، لأنها بتزيد فرصة تعرض للمرض الكورونا اللي هو نفسه بيزيد في فرصة وقوع الخسارة. هذا الفرق بين المخاطرة يعني والمجازفة. المجازفة هي نوعين، مجازفة المادية ومجازفة الأخلاقية. المادية تتألف من تلك الصفات المادية التي تزيد من فرصة نشوء أو نشأة خسارة من المخاطر المتنوعة. مثلا الطرق ممتلئة بثلوج تزيد فرصة وقوع حوادث السيارات، مثلا عدم صيانة أسلاك داخل مبنى معين تزيد من فرصة حدوث تماس كهربائي وبالتالي حدوث حرائق. هذا كله يعتبر مجازفة مادية. وفي مجازفة الأخلاقية، وهذه يعني اللي مرتبطة أصلا بالبشر، يعني ناتجة أو مرتبطة بنزعات شريرة لدى الشخص المؤمن عليه. مثلا الشخص يصير يتعمد وقوع الحادث من أجل إما أنه يأخذ يعني تعويضات، أو أنه مثلا يتهرب من دفع مثلا مستحقات عليه. مثلا في شركات تأمين كثير بتواجه يعني المشكلة هذه، في بعض أصحاب المصانع يتولون عمدا حرق مصانعهم، مثلا يكون المصنع هذا مثلا خسران أو في أي مشاكل أو عليه ديون، أو مثلا صاحب مصنع يبغى خلاص يسكر المصنع ويصرح العمال وما يعطيهم مثلا حقوقهم، وش يسوي؟ يفتح الحريق، فياخذ يعني فالحريق هذه قوة قاهرة تمكنهم أنه مثلا لا يدفع دين اللي عليه، تمكنهم مثلا أنه يسكر المصنع ويصرح العمال بدون ما يدفع لهم حقوقهم، وفي نفس الوقت ياخذ ايش تعويض كمان. فيعتبر مجازفة أخلاقية مرتبطة بنزعات شريرة لدى البشر أنفسهم. وفي كمان المجازفة المعنوية، هذا مرتبط بالبشر بس في نفس الوقت من دون قصد، يعني مرتبطة بسلوك متهور
بسلوك غير مسؤول، بس مو بسلوك يعني شرير. يعني مثلا واحد نزل على البقالة وخلى مفاتيح سيارة في سيارة وهي تشتغل، والموتور يعني عم يشتغل وطلع وراح البقالة مثلا أو فاتح سوبر ماركت، هذه مثلا مجازفة معنوية، يعني بزيد فرصة السرقة للسيارة، بس هو مو قاصد يسوي كده، يعني هو متفق مع السارق أنه راح يسرق له سيارته، بس يعني سلوكه هذا مثلا عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية حقة الكوفيد حقة الكورونا مجازفة معنوية. بس مثلا العكس، لو شخص عنده إصابة حقة الكوفيد وراح عمدا، هو عارف عنده الإصابة وراح عمدا يعني التقى بجماعة في استراحة في أخويانه ونقلهم العدوى عمدا، هذا لا مجازفة أخلاقية. هذا الفرق الأساسي بين المعنوية والأخلاقية والجانب القصدي. مثلا المجازفة القانونية كمان فيه يقصد بها الزيادة في الوتيرة وشد الخسارة الناشئة من مبادئ القواعد القانونية التي تسنها الهيئات التشريعية وتقضي بها المحاكم. هذا مثلا لو تذكرون لما أخذنا مثال مبدأ الحلول، قلنا مثلا شخص معين تسبب في حريق بيت على ملك شخص آخر، ف يعني بعد ما تبين أنه هو تسبب في الحريق، شركة التأمين حلت محل صاحب البيت ورفعت دعوى قضائية بالمجرم هذا. مثلا كان يعني قيمة الخسارة المادية أو قيمة التعويض المستحق لشركة التأمين هو بس 500,000 ريال، بس المحكمة رأت أنه لا، قيمة الخسارة أعلى وضافت عليها كمان الخسارة المعنى أو جبر الضرر المعنوي. فهنا يعني بعملية التسبب في الحريق هذا تسببنا في تعويض خسارة أعلى بكثير من خسارة منصوص عليه بعقد التأمين جراء إيش؟ جراء تدخل المحاكم. فالمحاكم مثلا إذا تدخل أحيانا في نزاعات يمكن تقضي بمبالغ تعويض الخسارة أعلى من المبالغ المتوقعة من الأول. يعني لو تشوفوا الحين أهم شيئين بالنسبة لشركة التأمين هما المجازفة الأخلاقية والمجازفة المعنوية. المجازفة المادية هذه خارج عن نطاق شركة التأمين وخارج عن نطاق المؤمن عليه أصلا، أمور طبيعية. كمان المجازفة القانونية مرتبطة بهيئات التحكيم وهيئات أو الهيئات يعني التشريعية أو المحاكم داخل البلد، كمان خارج عن نطاق شركة التأمين والمؤمن عليه. بس إيش يدخل تحت نطاق أو تحت تصرف المؤمن عليه؟ والمجازفة الأخلاقية والمجازفة المعنوية، يعني بيستهتاروا أو بيتعمدوا وقوع الخطر يمكن يؤدي المؤمن عليه في زيادة وتيرة الخسائر وزيادة وقوع حوادث أكثر، وبالتالي في زيادة وتيرة التعويضات راح تدفعها شركات تأمين وبالتالي خسارة شركات التأمين. هذا بالنسبة قلنا المجازفة. نرجع حين للمخاطرة، في عنا تصنيف لمصادر المخاطرة نفسها. يعني في عنا المخاطرة المالية وغير المالية مثل ما حكينا في يعني في التقديم. المخاطرة المالية تتضمن العلاقة بين فرد أو منظمة أو كيان وبين الأصل نفسه موضوع التأمين، أو توقع دخل قد يفقد أو يتلف. وبذلك فالمخاطر المالية تتضمن 3 عناصر: الفرد أو المنظمة أو المصنع مثلا أو الشركة المعرضة للخسارة. ثانيا الشيء المؤمن عليه، هو يكون الأصل مثلا المصنع البيت أو الدخل، مثلا مصنع بيجيب لنا دخل معين، مثلا راتب بيجيب لنا دخل، تعرضنا مثلا حادث شغل فضاع الراتب وبالتالي ضاع الدخل، هذا يمكن كله دخل ايش في المخاطره. قلنا الاصل او الدخل الذي سيسبب دماره او زواله او زوال ملكيته خساره ماليه، واخيرا خطر يمكن او الخطر الذي يمكن ان يسبب الخساره. ففي عندنا مؤمن عليه، الشيء المؤمن عليه، وفي الخطر اللي يمكن يسبب الخساره. هذول 3 مع بعض هم اللي بيحدوا المجازفة أو عفوا المخاطرة المالية موضوع التأمين. العنصر الأول قلنا هو الشخص نفسه اللي يعني الذي سوف يتأثر بحدوث حدث أو حدوث خطر ما. مثلا خذ مثلا عندك صار في أعصار تسونامي مثلا ضرب مكان معين أدى إلى إصابة أشخاص، أدى إلى تلف في الأراضي في المباني، هذا كله راح يكبد الحكومة خسائر يعني طائلة. هذا بالنسبة للأفراد. العنصر الثاني الحين والثالث الخسارة المالية، فهما الشيء ذو القيمة والخطر الذي يمكن هذا الشيء
قيمته أو يعني أو ملكيته. ففرد مثلا اللي ما عنده ولا ملكية ما يملك ولا شيء في حياته، ما عنده ولا مخاطر، لا عنده لا دخل ولا بيت ولا شغل ولا شيء، طبعا على وش راح يأمنها؟ ما عنده ولا شيء يأمن عليه. بس الملكية هذه، ملكية الدخل أو ملكية الأصل المسبب في الدخل المسبب للثروة، هذا إيش اللي يخلي فيه حاجة للتأمين. وفي عنا المخاطر الغير مالية، وهي أساساً مخاطر معنوية. بعطيكم مثال، مثلاً واحد سوى حادث بسيارة، فيه نوعين هنا من المخاطرة. في عنا المخاطرة المادية، أن السيارة تعرضت لحادث، في خسائر، في إصلاح، هذه سهل يمكن نقدر خطرها يعني نقدر عفواً بالفاتورة، سنوديها على يصلح سيارات أو خبير يقدر مثلاً فاتورة الإصلاح كلها ب20,000 ريال. بس في كمان إيش، في ضرر معنوي، يعني مثلاً الشخص اللي سيارته راح تعرضت يعني إلى حادث، في عادة أنه في ضرر، يكون يعني صدمة نفسية بتصير إذا كان حادث يعني يكون شديد شوي، هاي القدرات تصير في يفقد فيه يعني أشخاص عزيزين عليه، مثلاً بعدين العطل اللي راح يصير له أو التعطيل اللي راح يصير له حتى تصلح سيارته، وش راح يسوي بعدين؟ كيف راح ينتقل من مكان ثاني؟ كيف راح يقضي شؤونه، يقضي حواجه هو يعني ما عنده سيارة؟ هذا كله غير مادي. في كمان تقسيم ثاني مخاطرة غير المادية والمعنوية، فيه الاستاتيكية والديناميكية. لما نقول استاتيكية هذه هي من كلمة إنجليزية static يعني ثابت تقريبا، والديناميكية ديناميك يعني متغير متحول، شيء يعني نشط. ناخذ مثلا المخاطر الديناميكية، هي تلك المخاطر التي تنشأ من حدوث تغيرات في الاقتصاد، وتنشأ من مجموعتين من العوامل. المجموعة الأولى هي مرتبطة بالبيئة الخارجية للشركة، المجموعة الثانية مرتبطة بالبيئة الداخلية للشركة نفسها مثلا أو المنشأة. فالمجموعة الأولى كل ما هو تشريعات تصدرها الحكومة، كل ما هو مثلا ظروف إقليمية، كل ما هو مثلا ظروف طبيعية مثلا أوبئة، هذا كله أشياء تؤثر في الشركة، في المنشأة، في نشاطها، في الشخص، حتى الفرد نفسه بصفة شخصية يعني تؤثر فيه، بس هي خارجة تماما عن سيطرته، لكنها في نفس الوقت يمكن تؤدي إلى أحداث تسبب لهذا الشخص أو لهذه المنشأة خسارة مالية، مثل بالضبط اللي صاير مع الكوفيد يعني 19، هذا الوباء أدى إلى خسارات كبيرة في اقتصاديات العالم، وكمان في يعني حتى في يعني في الحياة اليومية للبشر أنفسهم، إما بتخفيض رواتب أشخاص معينين أو يعني بتسريح أشخاص آخرين يعني، أو مثلا بندرة فرص التوظيف، هذا كله يسبب يعني شيء تابع البيئة الخارجية بس عنده تأثير مباشر على المنشأة وعلى الفرد. وفي المجموعة الثانية، وهذه اللي يمكن مرتبطة أكثر بالمضاربة، لأنها مرتبطة بسلوك الفرد نفسه أو بسلوك المنشأة، هي قرارات الإدارة داخل المنشأة نفسها. يعني في القرارات الإدارة مثلا تأخذ قرارات يمكن تنجح يمكن تصيب ويمكن تفشل، مثلا قرار استثمار في مشروع جديد، قرار مثلا توسيع الشركة، قرار اندماج مع شركة ثانية، هذه كلها قرارات يمكن تنجح ويمكن تفشل. هذه قرارات القرارات هذه المجموعة الثانية غير قابلة يعني للتأمين. مثلا مثل الشركة تقول راح أفتح على مشروع جديد، مثلا اليوم أفتح شركة جديدة وراح أأمن على احتمال إفلاس الشركة، ما ينفع كده، لأن هذه قرارات أنت مسؤول عنها، ما تيجي بعدين تحمل مسؤولية قراراتك شركة التأمين. هذا بالنسبة يعني للديناميكي. مثلا ناخذ مثلا المثال الديناميكي على المخاطر الديناميكية، تغير في مستوى الأسعار، تغير في القدرة الشرائية، تغير في معدلات التضخم مثلا، هذا كله أشياء تابعة المجموعة الأولى تسبب خسارة للشركة، بس في نفس الوقت هي غير واقعة تحت سيطرة الشركة نفسها المنشأة أو الفرد. المخاطر الديناميكية هذه يعني
تفيد في العادة المجتمع على المدى الطويل، حيث أنها نتيجة لتعديلات وتسويات لتصحيح إساءة تخصيص الموارد، لأنها تعتبر عموما أقل قابلية للتنبؤ من المخاطر الاستاتيكية طالما أنها لا تحدث بدرجة ما من الانتظام. المخاطر الديناميكية هذه قلنا إيش أنها مشكلتها أنها لا تقع بصفة دائمة من الانتظام، يعني مثلا نحن كل سنة جالسين نصير مشكلة إقليمية أو وباء أو، فهي تحدث أحيانا بصفة غير متوقعة، بس بنفس الوقت أثرها يكون شديد لأنها أصلا خارجة عن سيطرة الأشخاص والأفراد والمنشآت. وفي عنا المخاطر الاستاتيكية، هذه تتضمن الخسائر التي ستحدث حتى لو لم يحدث تغيرات في الاقتصاد. تنشأ هذه الخسائر من أسباب بخلاف التغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية مثل أخطار الطبيعة وعدم نزاهة الأفراد الآخرين. تتضمن مخاطر الخسائر الاستاتيكية إما تدمير الأصل أو حدوث تغيير في ملكيته نتيجة لعدم النزاهة أو الإخفاق الإنساني، وتميل الخسائر الاستاتيكية لحدوث بدرجة من الانتظام بمرور الوقت، ونتيجة لذلك تكون قابلة للتنبؤ. الديناميكية أكثر مرتبطة بالاقتصاد، والاستاتيكية أكثر بالطبيعة، لذلك تصلح أكثر المعالجة بواسطة تأمين من مخاطر الديناميكية. مثلا أعطيكم أنا مثال، تأخذ مثلا السيول، سيول الأمطار، يعني لو تلاحظون في السنوات أول سنوات السيول كانت شيء غير عادي في السعودية، يعني شيء غير يعني نقول غير متعود عليه، بس مع الوقت ومع تكرارها صرنا نعرف أن السيول مثلا تحدث في بين شهر مثلا 9 10 11 كذا، يعني في الزمن هذا في أماكن معينة، جدة مكة في الأماكن هذه، يعني فيصير فيه شوي أنه فيه قدرة على التنبؤ بوقوع هذه المخاطر، وقدرة على التنبؤ بحجم الخسائر، وبالتالي التحوط أكثر في التعامل مع هذه المخاطر الاستاتيكية. وفي عندنا كمان المخاطر الأساسية أو سمى كمان الجوهرية والمخاطر الخاصة. المخاطر الأساسية أو الجوهرية خسائر لا شخصية المنشأ والعواقب، هي مخاطر جماعية تتسبب فيها ظواهر اقتصادية واجتماعية وسياسية، رغم أنها تنشأ من أحداث عادية وتؤثر على شرائح كبيرة من السكان أو حتى كل السكان، مثل حتى الركود الاقتصادي، البطالة، الزلازل كذا، هذا كله مخاطر أساسية أو يسمى كمان جوهرية. المخاطر الخاصة تؤثر فقط على أفراد منشآت معينة وليس مجتمع كله. الفرق بين المخاطر الأساسية والمخاطرة الخاص. والمخاطر الخاصة هذه تعتمد مسؤولية الفرد أو مسؤولية المنشأ، ولا تصلح أن تتم معالجتها ككل على حساب المجتمع، ويتعامل الفرد معها باستخدام التأمين بمنع الخسارة أو تقنيات أخرى مثل جمعيات تعاملية مثلا، أي شيء، مو بس التأمين التجاري، يعني في عدد طرق أخرى مثلا صندوق القبيلة كذا، هذا كل طرق يعني تمكن شخص من أنه يجابه المخاطر الخاصة. في كمان تقسيم ثاني بين المخاطر المخاطرة البحتة والمخاطرة المضاربية اللي عندها علاقة بالمضاربة. فالمخاطر المضاربية تصف موقفا يمكن أو يحتمل إمكانية حدوث إما خسارة أو مكسب، يعني مثلا شخص جلس يقامر يعني في البورصة مثلا بهدف المضاربة، يشتري عدد أسهم ويتوقع أنه راح يرتفع السعر، بس بنفس الوقت يمكن كمان سعر ينزل، فما راح يسوي أو يمكن يخسر كمان، ففيه احتمال خسارة واحتمال مكسب. مثلا إنشاء مشروع تجاري جديد، احتمال ربح احتمال خسارة كمان عادي هذا. ولذلك لا يمكن التأمين على هذا النوع من المخاطر، على المخاطر المضاربية غير قابلة للتأمين، لأن يعني الشخص أصلاً هو قابل، هو لما فاد بمشروع هذا أو فاد بالاستثمار هو يدري من الأول أنه في ربح وفي خسارة، ما يجي بعدين يشكي ويبكي أنه لا عوضوا لي خسارة. فهنا في مبدأ القبول عن طواعية بالخطر، ولذلك يلغي هذا مبدأ التأمين. وفي عنا المخاطر البحتة، هي بس المواقف اللي فيها فرصة الخسارة فقط لا غير، الخسارة أو اللا خسارة. والمخاطر البحتة فقط هي التي يمكن بالإمكان التأمين ضدها في العادة،
في بعض الحالات لا يمكن تأمين مثل ما حكينا الوفاة، الحالات المرتبطة بالعمل، نفقات طبية كبيرة، تلف الممتلكات بسبب حريق، صاعقة كده، يعني أشياء خارج عن يعني عن عن خلينا نقول عن نطاق التأمين المعتاد. بس في إجمالا المخاطر البحتة هي المخاطر القابلة للتأمين عكس المخاطر المضاربية. في المخاطر البحتة هذه نفسها في عدة تصنيفات، في المخاطر الشخصية، المخاطر الملكية، المخاطر المرتبطة بالمسؤولية، وفي المخاطر الناشئة من فشل الآخرين. في عدة المخاطر الشخصية مثلا تتكون من احتمال فقد أو خسارة الدخل أو الأصول نتيجة لفقدان القدرة على كسب الدخل، مثلا بسبب وفاة قبل أوان، شيخوخة، مرض، عجز، بطالة. فهذا إيش يعني الأسباب الأربعة هذول تسبب في مخاطر شخصية بس من دون إرادة الشخص نفسه، وفاة أو شيخوخة أو عجز أو بطالة، هذه مو بيد الشخص يعني، بس تسبب في الآخر إلى فقدانه مثلا يعني موطن شغله، إلى فقدانه عمله، إلى فقدانه مثلا مشروعه. هذا كله يعني فايش يعني احتمال فقد أو خسارة الدخل أو الأصول نتيجة فقدان القدرة على كسب الدخل نفسه، مو يعني مو هو شخص جلس قدم استقالته وراح على البيت، لا، هذا شخص فقد مصدر رزقه يعني غصبا عنه. في عنا مخاطر الملكية، هي يعني تعتمد على مبدأ أنه أي شخص يمتلك ملكا معينا يواجه خطر أنه تلف أو سرقة هذا الأصل على ملكيته. في نوعين من الخسارة، في الخسارة المباشرة والخسارة الغير مباشرة. الخسارة المباشرة هي يعني خسارة الشيء نفسه أو خسارة جزء من قيمة الشيء هذا، مثل ما شفنا حكيت لكم من شوية على موضوع يعني التأمين على السيارة ضد الحوادث. سيارة تعرضت لحادث راح تخسر جزء من قيمتها بسبب يعني وتحتاج إلى تصليح، هذه خسارة يعني مباشرة. الخسارة الغير مباشرة أنك راح تتعطل مصالحك لحتى تصلح سيارة هذه، راح تضطر مثلا تأجر سيارة أخرى. هذا كله يتسبب، أو مثلا سيارة ما تصلحت مثل ما أنت تبي، ما رجعت مثل حالتها الأولى، هذا كله مخاطر غير مباشرة. في عنا مخاطر المسؤولية أو الالتزام، تتمثل في الإصابة الغير متعمدة اللي تلحق بشخص أو أشخاص آخرين أو تلف بممتلكاتهم من خلال إهمال أو اللامبالاة. هنا ما في الجانب القصدي كويس، بس فيه مسؤولية ناتجة عن الإهمال واللامبالاة. في عنا كمان مخاطر ناشئة عن فشل الآخرين، هذا عن موافق شخص آخر على أداء خدمة لك، فإنه يرتبط بالتزام تأمل أنت أن تؤديهم. أما عندما يفقد ذلك الشخص في الوفاء بالتزامه تجاهك ويؤدي ذلك إلى تكبدك خسارة مالية، فإن المخاطرة تكون موجودة، مثل شخص مثلا يبني برج أو يبني عمارة، راح يجيب مقاول يبني هو يعني يكلفه ببناء يعني بمقاولة هذه، ببناء يعني هذا البرج أو هذه العمارة، ويتم توقيع عقد أنه راح يتم مثلا تسليم البرج والعمارة منتهية التشطيب بعد سنة مثلا. السنة هذه ليش بعد مثلا وحطوا هذا في العقد؟ لأنه مثلا صاحب الأرض أو صاحب المشروع يمكن ما يأخذ قروض وعليه التزامات أنه يدفع القروض هذه، فهو يبغى في ظرف سنة يكون يعني العمارة تشطبت أو البرج تشطب ويتم تأجير المكاتب والشقق اللي فيه، وبالدخل هذا راح يسدد القرض اللي عليه. فأي تأخير في مستوى على مستوى إنجاز المشروع نفسه يؤدي إلى خسائر بالنسبة له. بس المشكلة فين؟ المخاطر هذه غير يعني مرتبطة بالشخص يعني بصاحب المشروع نفسه، بصاحب الأصل نفسه، مرتبطة بطرف ثالث. إذا فشل المقاول أن يعني يلتزم بما عليه في الوقت المحدد، يتحمل خسارة مو المقاول، هو يتحمل خسارة هو صاحب يعني صاحب الأصل نفسه أو صاحب المشروع نفسه. عشان كده سموه مخاطر ناشئة عن فشل آخرين عكس المخاطر الناجمة عن المسؤولية، مسؤولية الأهمال أو اللامبالاة. طيب الحين كيف التعامل مع المخاطر؟
أول سؤال يجي ببالنا أنه يعني نبتعد عن المخاطرة ونرفضها تمام، وهذا ترى يعني حل مو مفيد، أنه لو أي شيء فيه خطر تفاديناه ما راح يصير ولا شيء في هذا في العالم، هذا راح ينتهي العالم ببساطة. يعني مثلا أعطيك أنا مثال، إذا أنت عارف أن إذا امتلكت بيت في احتمال أنه يجي يوم معين وينسرق بيتك، أو مثلا قدر الله يصير فيه حريق، أو إذا امتلكت سيارة في احتمال تنسرق سيارتك وسبب أحد، شو نسوي؟ شو الحل؟ يعني بطل ولا نشتري إلى بيوت ولا سيارات ولا شيء؟ فهذا راح يوقف العجلة الاقتصادية للعالم كله. ترى التحاشي وتفادي المخاطر هذه مو دائما حل، ممكن يكون حل يعني في مثلا في مواضع معينه، بس كل ما هو عنده علاقه بالجانب الاقتصادي مو حل. الحل يكون احسن في تقليل المخاطره، في السيطره عليها، الاحتفاظ بها، وبعدين تحويلها الى جهه ثانيه تحمل حملها مكانك. وهذا ايش مربط الفرص في التامينات. يعني الحين لما تشتري سياره او تشتري مثلا بيت، في احتمال تصير فيه يعني حادث للسيارة أو للبيت تسبب في خسارة لك، أنت شو تسوي؟ تشتري هذا الأصل، تصير ملكيته عندك، وتسوي عقد تأمين عشان لما تصير فيه لا قدر الله حادث أو خطر معين يسبب في خسارة معينة، اللي يحمل يعني حمل هذه الخسارة هو شركة تأمين. فأنت جالس تنقل المخاطرة، تحول المخاطرة منك إلى طرف آخر، هو شركة التأمين نفسه. قلنا نبدأ بلحظة بلحظة، نقطة نقطة، تحاشي أو تفادي المخاطرة. هذا يتم تحاشي المخاطرة عندما يرفض الفرد أو المنشأة قبولها ولو للحظة واحدة. يعني التعرض للمخاطرة غير مسموح له بأن يدخل حيز الوجود نفسه. يتحقق ذلك عن طريق مجرد عدم القيام بالعمل المنشئ المخاطر. عدم لا تسوي لا مشاريع ولا تشتري ولا تمتلك ولا تسوي ولا شيء. ظل جالس بالبيت. التقنية هذه سلبية مثل ما حكيت لكم وليست إيجابية، لأنها تسبب انكماشا وعجزا تاما في الاقتصاد وفي المجتمعات. لكن المخاطر الشخصية والمخاطر الملكية لا يمكن تجنبها بسبب عدم إمكانية تجنب الخطر المسبب للمخاطر. مثلا بعض الأحيان يمكن تجنب الخطر من المرض أو الزلازل، لكن بعض الأخطار المحددة للخطر يمكن تجنبها فقط بتجنب سبب حدوث الخطر نفسه. مثلا واحد مثلا يبغى مدري انا يتجنب مرض السكري، مثلا عليه بنظام يعني نظام غذائي معين، دايت معين، باذن الله ما راح يسبب مرض السكري هذا. مثلا واحد يتجنب حاب يتجنب الطلاق، لا يتزوج، لا يوجع راسه بالزواج، اذا ما تزوج ما يطلق، خلاص منتهين. قلنا انه الطريقه هذه من سيئاتها انها تكلفتها مره عاليه، راح تحرم نفسك من أشياء كثيرة في الحياة هذه، هذا على المستوى الشخصي، وكمان حتى على المستوى يعني المجتمع كله، مستوى البلد كله، راح يؤدي إلى شلل تام في الاقتصاد أو في حتى في حركة المجتمعات نفسها. في عنا تقليل المخاطرة، التقنية الثانية هذه، يعني إما بمنع الخسارة، وهذه فيها تقليل احتمال حدوث الخسارة نفسها، أو بتأخير الخسارة نفسها. إذا خلاص ما قدرنا نسوي يعني ترتيب أن نمنع الخسارة، نقلل منه. هذا مثلا اللي صار مثلا مع الكوفيد، يعني صار فيه من الأول إجراءات، يعني حظر تجول مثلا، بس ما كان حظر تجول تام، كان فترة معينة بس، ما تقدر تسكر على مجتمع كامل، بلد كاملة مدى الحياة أو مدة سنة. بعدين لما يعني انتبهنا أنه خلاص هذا الكوفيد شر لابد منه، ما في مفر منه، يعني صار ايش، انتقلنا مرحله الحجر المطلق الى يعني الى خلينا نقول التراتيب الوقائيه، فصرنا نتعامل معها نتعايش معها، بس نحاول ان نقلل من حجم الخساره. صار فيه يعني القناع، تلبس الماسك، تحط الجيل، يعني كل ما هو تتجنب يعني تلتزم مسافه الامان، كل هذا يعني اساليب تمكنك من تقليل المخاطرة، بس لا يمكنك من إقصائها نهائيا. طيب يمكن وصول هذا الهدف بطريقتين. الطريقة الأولى من خلال منع المخاطرة والتحكم فيها. مثال على ذلك، هناك عدة برامج وتدابير لمنع الخسارة، منها وضع أنظمة رشاشات الماء وإجراء الإنذار، ولي محاولة التعامل مع المخاطر عن طريق منع حدوث الخسارة أو تقليل فرصة حدوثها. منع الخسارة هذه هي الوسيلة المرغوبة أكثر للتعامل مع المخاطرة. يعني إيش؟ يعني بلغتنا العامية
الوقاية خير من العلاج. يعني دائما حاول أنك تقطع الخطر من الأول قبل ما يصير. إذا أمكن القضاء تماما على احتمال الخسارة فإن المخاطر سيتم القضاء عليها بالتالي يعني. لكن ننظر إلى هذا المدخل بأنه غير كيف التعامل على المخاطرة، فمهما حاولت أن تستطيع لن تستطيع أبدا أن تمنع جميع الخسائر، وقد يكون تكلفة منع الخسارة تصير أكثر من الخسارة نفسها. يعني مثلا يعني كان مثلا ممكن السعودية أو بلد في العالم قبل ما توصل كوفيد، قبل ما يوصل يعني اسمه الكورونا، وش تسوي؟ يعني تغلق الحدود تماما تماما، وجالس الناس في بيوتهم، ولا عاد لا في شغل لا دراسة لا روح على السوبر ماركت، لا في ناس بتسافر برا السعودية ولا تجي من تجي للسعودية، لا في عمرها ولا شيء. طب في كلفة، هذا عنده كلفة اقتصادية، عنده كلفة اجتماعية كمان. طب تخيل انت يعني اب وزوجته وعياله بس يوجهم وجه بعض 24 ساعة. خليكم تخيلوا يعني دكتور معلش دكتور دكتور انا بطلع دكتور عندي حالة طارئة. طيب يا سام بس الغياب انا ان شاء الله باذن الله. شكرا 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 دكتور. متفقين. فتخيلوا يعني يعني عائلة من 7 أو 8 أفراد عايشين وجه وجه بعض 24 ساعة لمدة شهر كامل، أكيد حصير خناقات، ممكن حصير طلاق وتصير مشاكل. نفس الشيء بالاقتصاد، اقتصاد مسكر يعني مو ما جالس يشتغل، وفي ناس تبغى تاخذ رواتبها، وفي ناس يعني تبغى عند أقساط، وفي ناس يعني مخذ ديون عشان تسوي مشاريع لازم تدفع عليها من الديون. فتصير التكلفة الإغلاق التام هذا أي التفادي التام للمخاطرة أكثر بكثير من الكوفيد نفسه، من كورونا نفسه. هنا تم الطريقة الثانية هي التعامل يعني بطريقة يعني تقليل الخسارة. الطريقة الثانية هي من خلال استخدام قانون الأعداد الكبير عن طريق دمج عدد كبير من وحدات التعرض، يمكن توصل لتقديرات دقيقة بشكل معقول خسائر المستقبلين لمجموعة ما. هذا مثلا يتم، برجع مرة أخرى مثل كورونا، أنا مثلا نماذج إحصائية أعطيك تقريبا كم عدد الحالات يمكن نتعرض لها، الحالة هذه كم عدد الوفيات، كم عدد الحالات اللي تستوجب دخول المستشفيات، وعدد الحالات يعني البسيطة اللي ما تستوجب دخول المستشفيات ولا رعاية خاصة. فهنا طريقة ثانية يعني تقبل المخاطرة بس تحاول السيطرة عليها، تحاول كمان إيش تقدير احتمالاتها، احتمال وقوعها واحتمال خسائرها. وفي بعدين احتفاظ بالمخاطرة الأكثر شيوعاً، وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً للتعامل مع المخاطر، حيث قد يكون في بعض الحالات الطريقة الأفضل. يجب على كل منظمة ومنشأة أن تقرر أي المخاطر يجب أن تحتفظ بها وأيها ينبغي عليها أن تتفاداها أو تحولها بناء على هامش الاحتمالات الخاص بها أو قدراتها على تحمل الخسارة. بشكل عام المخاطر التي يجب الاحتفاظ بها هي التي تؤدي إلى خسائر معينة قليلة نسبيا لا تؤثر كثير في الشركة. الاحتفاظ بالمخاطرة يكون شعوري أو لا شعوري. مثلا الاحتفاظ الشعوري أو الواعي بالمخاطرة عندما يتم إدراك المخاطرة ولا يتم تحويلها أو تقليلها. مثلا شخص جالس يدخن، عارف أن التدخين هذا مضر بالصحة بس خلاص ما عاد في بطل أو ما يقدر أو ما يحب يبطل أصلا، ما عنده رغبة أنه يبطل من السجائر. فهذا احتفاظ شعوري أو واعي بالمخاطرة. في كمان إذا مثلا شخص ما يدرك أنه مثلا وما بيعرف أنه مثلا أكل نوع معين من الوجبات يمكن يسبب مشاكل في بعدين في الصحه، مشاكل صحيه، فهو يواصل يعني استعمال نفس الحميه نفس الدايت بس عن جهل منه، هذا يمكن يعتبر هذا احتفاظ غير واعي او لا شعوري بالمخاطره. والاحتفاظ بالمخاطره يمكن ان يكون طوعي او غير طوعي. تميز الاحتفاظ الطوعي بالمخاطرة بإدراك وجود المخاطرة وجود اتفاق أو موافقة ضمنية على تحمل الخسائر ذات الصلة، ويتم اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمخاطرة ما طوعية عندما لا توجد بدائل أخرى أكثر جاذبية، مثل أن تسوي مشروع في احتمال خسارة أو ربح. هو قابل بهذا الشيء من الأول، لما تفتح مشروع تفتح مشروع أول مرة احتمال تربح واحتمال تخسر كمان. أما الاحتفاظ غير الطوعي بالمخاطرة فيحدث عندما يكون غير مدرك للمخاطر، فيتم الاحتفاظ لا شعوريا بالمخاطرة، وقد يكون ذلك سبباً بسبب قلة الوعي، قلة المعلومات وما إلى ذلك. مثلاً في النوع الأول يعني الاحتفاظ الطوعي، قد يرغب قائد سيارة في الاحتفاظ بخطر خسارة التصادمات الصغيرة عن طريق شراء وثيقة تأمين بمبلغ تحمل $50 أو أعلى. يعني مثلاً هنا تأخذ وثيقة تأمين بس تعوض لك يعني الحوادث الكبرى، الحوادث الكبيرة يعني.
كل ما حاول صغير يعني خدش صغير كذا خلاص ما يحتاج أمن عليه. تقول أنا قابل بهذا يعني بهذا جزء من المخاطر، بس راح أعوض أو أطلب من شركة أمين تعوض لي بس الحوادث الكبيرة اللي تسبب خسائر كبيرة. نوع ثاني مثلا قد يؤمن العديد من العمال ذوي الدخل المكتسب ضد خطر العجز الكلي طويل الأجل أو الدائم تحت خطة فردية أو جماعية داخل العجز، مع ذلك التوابع المالية العكسية للعجز الكلي والدائم تكون بشكل عام أكثر حدة في الوفاة المبكر. مثلا في عمال يأخذ راتب يعني من يمكن راتب محدود شوي يعني أو من يعني خلينا نقول أو عن جهل منه أو عن عدم يعني قلة وعي منه، ما يسوي مثلا تأمين على الحوادث أو مثلا ما يسوي مثلا اشتراك في صندوق ضد العجز. في حالة العمال هذول يعني هو ما يدري أنه يمكن يصير له يعني مشكل معين لقدر الله أثناء أداءه لعمله يسبب له في عجز ويسبب الآخر فقدانه يعني فقدانه عمل. ترى الحوادث هذه حقة العجز يعني أشد وطأة من الوفاة نفسها، لأن الوفاة خلاص واحد صار له حادث توفى وانتهينا راح إلى رحمة رب العالمين، بس العجز لا راح يظل كذا راح يتواصل معاه مدى حياته راح يظل وراح يظل من دون دخل كافي أنه يغطي يعني هذا احتياجاته واحتياجات يعني العائلة. وفي الطريقة الرابعة هي احنا تهمنا أكثر شيء هي تحويل المخاطر. يمكن استخدام أسلوب تحويل في التعامل مع كل من المخاطرة المضاربية والمخاطرة البحتة، حيث يتم نقل أو تحويل المخاطرة من شخص إلى آخر أو من منشأة إلى أخرى أكثر استعداداً لتحمل المخاطرة. مثال في عنا نخو مثلاً في اسمه في مثلاً في أسواق المالية في عنا مثلاً عقود المستقبليات، في عنا مثلاً عقود الخيارات، هذهم كلهم أساليب تمكن المستثمر من أنه يعني يسيطر على وضع ما غير متوقع في المستقبل، أنه يؤمن على نفسه من الحين. لما شخص يشتري خيارات شراء وهو ناوي مثلا يشتري سهم شركة معينة مثلا شركة هنقول أرامكو بعد شهر كويس، بس مو بعرف كيف راح يكون سعر أرامكو بعد شهر، وش يسوي؟ يروح يشتري خيار شراء في سعر تنفيذ مثلا 50 ريال الحين. إذا بعد شهر كان سعر أرامكو في السوق أكثر من 50 ريال يستعمل خيار الشراء، فصير يشتري سهم 50 يعني بأقل من سعر السوق. إذا بعد شهر مثلا صار سعر أرامكو من 40 ريال خلاص يروح يشتري السهم بسعر السوق هو أقل، ما يشتري بسعر التنفيذ. فهذه وسيلة من وسائل يعني تحويل المخاطرة. الحين اللي راح يعني اللي راح يتحمل مخاطرة مكانه الشخص اللي راح يبيع له خيار الشراء نفسه، هذا ايش راح هو اللي راح يصير يتحمل يعني المخاطر عوضا عن الشخص اللي اشترى خيار الشراء هذا. التأمين كمان وسيله من وسائل تحويل المخاطره يعني مقابل قسط معين سعر تأمين يتم يعني تم اتفاق عليه بين يعني المؤمن عليه والمؤمن وشركه تأمين، يتم نقل المخاطره من صاحب الاصل المؤمن عليه الى شركه التأمين. واحيانا بيتم مثلا في عقد تأمين شركة أمين نفسها هذه تقوم بإعادة تحويل المخاطرة مرة ثانية لشركة ثانية لشركة إعادة التأمين وهكذا دولي. يعني إذا قلنا تحويل المخاطرة يعني في اقتسام مخاطر هي حالة خاصة، يعني اقتسام المخاطرة هي حالة خاصة من تحويل المخاطر. مثلا عندما يتم اقتسام المخاطرة يتم تحويل احتمال خسارة من الفرد إلى المجموعة، مع ذلك الاقتسام أحد صور الاحتفاظ الذي يتم في ظل الاحتفاظ بالمخاطرة المحولة إلى المجموعة إلى جانب مخاطر أفراد المجموعة الآخرين. يتم اقتسام المخاطرة بعدد من الطرق بواسطة الأفراد والمنظمات. من الأمثلة في ذلك التأمين، فمن خصائصه أن يقتسم المخاطر بواسطة أفراد المجموعة، فالكثرة تغطي القلة. لأنه يعني في الآخر إحنا لما نسوي تأمين شباب ترى مو شركة تأمين هي جلسة راح يعني تعوض خسارة، لا، هو الأقساط اللي تجمعها من كل مؤمن عليهم من كل يعني عملائها إذا صار في حادث لواحد من العملاء وتعرض الخسارة هيأخذ الأقساط هذه جزء من الأقساط ونعوض بها يعني للشخص اللي تعرض الخسارة. يعني في الآخر شركة تأمين هي عبارة على وسيط مالي مثل البنوك، تأخذ الأقساط من مجموعة من الأشخاص وبس احتاجتها في تعويض خطر معين أو خسارة معينة لشخص
أو مجموعة من الأشخاص مؤمن عليهم تأخذ جزء من الأقساط هذه اللي ما هي بفلوس، يعني فلوس يعني العملاء، وتعطيها الجزء العملاء اللي محتاج أنه يسوي يعني هذا هذا خلينا نقول التعويض. هذا بالنسبة للفصل الأول، يعني كيفية التعامل مع إدارة المخاطر. في فصل ثاني ما أدري إذا راح نسويه ولا، خلينا نشوف مع الأستاذ منال الدرس الطالبات ونشوف إذا راح نواصل فيه أو نكتفي بالفصل الأول حاجة إدارة المخاطر. مثل ما شفتوا شباب يعني مرة سهل، ما في يعني ولا ما في تعقيدات، كله نظري تقريبا، ممكن نظري كله تقريبا، عفوا كله مو تقريبا كله نظري، ما في ولا أجانب عملية، بس كله يعني عبارة على مفاهيم مقارنات بس. هذا هو يعني حتى لو جاء في الاختبار حيكون في الأسئلة التحريرية أو في الأسئلة يعني الخيارات النظرية بس. واضح شباب؟ أي سؤال؟ طيب أنا بعلمكم إن شاء الله قبل يوم الخميس، إذا هذا خلاص يعني خلصنا لليوم، خلصنا يعني المقرر، أو لسه راح نضيف فصل جديد. طيب خلينا نسوي التحضير. دكتور تفضل. تسلم التقرير بالأسبوع 14 دكتور ولا نهاية هذا الأسبوع؟ نهاية الأسبوع هذا 28 نوفمبر، يعني أرسلت لكم من قبل علمتكم وعندكم على السبت القادم هو نهايه التقديم. لا 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 مو السبت القادم، حنشوفه مو احنا مو بنهايه الدوام، الاسبوع 13 في المنهجيه، الاسبوع 13 كويس، ما انه تم تقديم الاختبارات وتغييرها كم مره، فاحنا ضالين على الاسبوع 13. هذا الاسبوع 13 لنهايه الاسبوع هذا، يعني يوم السبت ان شاء الله، بنهايه يوم السبت نهايه الاسبوع 13 احنا جالسين نشتغل على المنهجيه. يعني مو مشكلة وارسل لك يوم الجمعة؟ ما في مشكلة، للسبت مفتوح البلاك بورد، مفتوح اليوم السبت الساعة 11:59 دقيقة بالليل. طيب دكتور، دكتور مو قلت اسبوع 14؟ هذا كان قبل ما يتم تغيير، لعبة يتم تغيير معاد اسمه معاد اسمه الاختبارات. دكتور تم الحين تسلم، الحين بالنسبة معلش تمويل المنشآت نفس الأسبوع صح هذا؟ أي كل 28 28 نوفمبر يعني. طيب دكتور الحين ما نرسل بالإيميل، نرسل الرابط اللي موجود على البلاك بورد صح؟ يعطيك الصحة بالضبط. أي الله يخليكم شباب، ارسلوا طبعا تقول الإيميل الجامعي. طيب وش علاقة الإيميل الجامعي به؟ لا أحيانا في طلاب يرسلوا بإيميل الجامعي، يعني يرسل مثلا شغله بإيميل شخصي حقه مثلاً .com google.com. هذا النظام صار في تحديث نظام الحماية في الجامعة، نظام الإلكتروني أحياناً بتمرخه يعتبروا كأنه سبام، خلينا بالجامعة المفروض أنه نتعامل مع بعض بس بالإيميل الجامعي مو الإيميل الشخصي. بس الحين نرسل على الإيميل الجامعي ولا نرسل على الرابط؟ على البلاك بورد، على البلاك بورد. دكتور معلش بس بي دي إف ولا وورد؟ شوف مثل ما تحب، بس أنا أفضل يكون بي دي إف، لأنه أحياناً الوورد لما ينقل من نسخة ثانية يصير في خرابيط يعني، فمن افضل يعني خليك مع البي دي اف، الافضل بي دي اف. اي اي ممتاز. وما في دكتور محدد يعني صفحات مثلا معينه؟ لا ما في صحيح محدد. لا على حسب الجهد بالضبط. ممتاز يا دكتور. تفضل. بالنسبه لاوراق الاختبار وصلت كلها الى الحين؟ والله لسه طالبين، لسه لو وصل، لأن في دكتور ثاني نفس المشكلة بس وصلته الويكند اللي راح، مو بهذا اللي قبل. أنا ما وصلت، علمت يعني المنسق اسمه المنسق اللي يعني بالمسؤول على الاختبارات، قال ما وصلته. أنا على كل حال بكرة إن شاء الله رايح على الكلية، أنا عن اختبارات بديلة، أشوف معهم، بروح على الوحدة نفسها هذه وأشوف معهم. زين يعطيك العافية. العافية. إبراهيم القاسم. إبراهيم. أسامة النصار. أسامة المطيري. حاضر أسامة النصار. طيب أسامة المطيري. حاضر. وليد الحركان.
وليد، باسم ربيعان. حاضر دكتور الوليد. باسم ربيعان. حاضر. بدر المطيري. حاضر. ثامر العنيزي. ثامر. حاتم الثنيان. خالد الجهن. حاضر دكتور. صالح المنصور. صالح. عبد الإله العنزي. حاضر دكتور. عبد الحميد الحيدان. حاضر دكتور. عبد الرحمن المحميد. حاضر دكتور محميد. عبد الرحمن الكريدة. حاضر. عبد العزيز العليقي. عبد العزيز. عبد العزيز العليقي حاضر برضه. عبد الله الصعب. حاضر دكتور. عبد الله التويجري. حاضر التويجري. عبد الله السويد. السويد. حاضر حاضر يا دكتور. عبد الله العمري. حاضر. عبد الله السمعاني. عبد الله الحربي. حاضر يا دكتور. عبد الملك البهدل. حاضر. عبد إسحاق. فراس البرادي. حاضر يا دكتور عبده. ايه فراس البرادي. فوزان الفوزان. حاضر. فيصل الطاسان. فيصل. حاضر دكتور. مالك السبيعي. حاضر. محمد الرشودي. حاضر. محمود المشوح. محمود. حاضر دكتور. حاضر. مشاري الفرهود. مشاري. مشاري العنزي. مشعل بسام. مشعل. مناف الخليفة. حاضر. مهند البيان. حاضر. نادر الحربي. حاضر. ياسر السنيدي. حاضر. يوسف اليوسف. يوسف اليوسف. يعطيكم العافية شباب. دكتور معليش بس الوليد مدري حضرتي ولا لا. وليد. دكتور صح المقصود. الوليد محضرك يا وليد. وش كان وش مين من ثاني؟ صالح المنصور. صالح المنصور. صالح صالح صالح. طيب مين ثاني؟ دكتور تفضل. قبل شوي كنت في دار ثانيه ما حضرتني. مين؟ عبد الله السمعاني. عبد الله الصنعاني. طيب يا عبد الله. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور الاسبوع هذا نهايته والاسبوع القادم في محاضرات ولا؟ والله ما ادري شو الاسبوع هذا راح خليني اشوف بس مع الاستاذه منال حق الطالبات اذا راح نكتب بس يعني باداره المخاطر هذا الفصل هذا خلاص ما راح يكون في محاضره يوم الخميس. ابعلمكم ان شاء الله على البلاك بورد. تمام يعطيك العافيه. الله يعافيك دكتور. طيب اللي عنده مثلا مشاكل ب التحميل على الرابط او مثلا ما يعرف الايميل والمرضي ما في طريقه يسلم لك يا دكتور تسليم يدوي؟ لا ما في يدوي كله ورق كله يعني الكتروني. كيف ما يعرفوش فين مش المشكله انت تضغط على الرابط يفتح لك في ابلود عندك تحميل تضغط على تحميل بيروح على تختار على الملف من في يعني في الملفات اللي عندك في اللابتوب وبس سهل ما في ولا شيء. خير ان شاء الله دكتور. ان شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم شباب.